تفضل. عليكم السلام. تسأل عن الدفوف بالنسبة عند النساء فضيلة الشيخ، وأيضا ما حكم الدفوف عند ولادة المولود يا شيخ؟ كيف الدفوف عند النساء وش استخدامها بدون سبب؟ لا، في الزفافات أو الزفاف أو الأفراح. لا بس تستعمل الدفوف عند الزفاف، وكذلك في أيام الأعياد، وكذلك عند قدوم الغائب، كل ذلك جاءت به السنة. وأما عند الولادة فلا. أحسن الله إليكم.